الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. في ألمانيا الأمير يطمئن على صحة وزير الدفاع بعد عملية تكللت بالنجاح. برقيتان للغانم والمبارك، إشادة بتعاون النواب وتثمين لتجاوب الوزراء. يجب أن يكون عبرة لغيرهم وصدر قرار من وزير الشؤون ونثمن تلك الجهود. حل مجلس إدارة جمعية الحرية، العدساني يرحب وقوى مدنية تعارض. تواصل حالة عدم الاستقرار وإيقاف الموانئ مجددا بفعل موجة الغبار. من الأبيات اللي قيلت في هذه السدرة: يا الله بنزم ينتثر في حول يسقي من السدرة إلى ساحل الرأس، والمقصود بالرأس اللي هو رأس السالمية. بعد سنوات من الإهمال الحياة تدب في شرايين سدرة حولي المعمرة. نستهل نشرتنا من ألمانيا، فقد زار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في المستشفى، حيث يتلقى العلاج، وذلك للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها وتكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأتمنى له موفور الصحة والعافية والعودة إلى أرض الوطن مشافى معافى ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن. وكان أمير البلاد قد توجه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة خاصة. إشادة أميرية بالتعاون الذي أبداه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد البرلماني المنتهي بجلسة أمس الختامية، وأمنيات باستمرار ذات النهج في الدورات المقبلة لمجلس الأمة. جاء ذلك في برقيتين بعث بهما أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة. وثمن الأمير في برقيته الجهود التي بذلها الغانم وما تميزت به إدارته لجلسات المجلس وتعاون أعضائه، كما أشاد بجهود المبارك ووزراء الحكومة وتجاوبهم مع تطلعات النواب، الأمر الذي أسهم في إصدار العديد من التشريعات والقوانين الهادفة خلال دور الانعقاد المنصرم. تفاعلا مع قرار أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية الجمعية الليبرالية سابقا، رحب النائب رياض العدساني بقرار الصبيح معتبرا أنه قرار مستحق وجاء نتيجة مخالفة الجمعية للقوانين. عندما كنت أنوي تقديم استجواب لوزيرة الشؤون بتاريخ 13/6/2018 واليوم تاريخ 28/6/2018، وقلت في إجراءات اتخذت وننطر التنفيذ، وها هو التنفيذ كما وعدت، ووعد الحر دين. جمعية الحرية بين قوسين الليبرالية التي أساءت للدين وجزء من أعضائها مارس هذا الدور، ولا نقبل بتاتا يتم الإساءة أو الانتقاص من ديننا الحنيف.
ويجب أن يكون عبرة لغيرهم، وصدر قرار من وزير الشؤون ونثمن تلك الجهود بحل تلك الجمعية بالإضافة إلى مخالفتها لقوانين الدولة. هذا وكشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العزيز شعيب أن أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية. وأكد شعيب أن قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لمدة 6 شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات. في المقابل، طالبت مجموعة من القوى السياسية المدنية في بيان مشترك بتعديل قانون جمعيات النفع العام، معتبرين أنه يفرض وصاية حكومية ويضع قيودا على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني. وجاء في البيان أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات إن وجدت إنما يتم عبر القضاء وليس بقرارات حكومية، مطالبين بإلغاء ما وصف بالقرارات التعسفية. قال وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي إن الاهتمام بفئة الشباب ركن أساسي في برنامج عمل الحكومة، كما يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بتنمية مهارات الشباب وأصقلها. جاء ذلك خلال رعاية الوزير العازمي حفل تكريم الطلبة الفائقين بمرحلة الثانوية العامة والذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أن اهتمام الدولة بالشباب ليس وليد الساعة، بل كان ولا يزال الركن الرئيسي لبرنامج الحكومة، وليس أدل على ذلك ما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه في العشر الأواخر من شهر رمضان، والذي أكد فيه سموه بأن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه، فهم أغلى ما نملك من ثروة واستثمار، وهم يحظون بجل اهتمامنا واهتمام الحكومة ومجلس الأمة. كما ركز سموه حفظه الله ورعاه بأن علينا العمل على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وحثهم على التحصيل العلمي ومواكبة على المتطلبات العصر. لذلك أخذت وزارة التربية والتعليم العالي المبادرات المختلفة لتمكين الشباب وأعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في المساهمة في مجالات التنمية المستدامة. خلال جولته الميدانية على قطاع الخدمات المساندة، استمع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام إلى شرح مفصل عن آلية عمل القطاع ودوره في الوزارة، من توفير المباني وتجهيزها والخدمات والمهام المنوطة به. كما استمع النهام إلى شرح عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإمداد والتموين إلى جميع الأجهزة الأمنية وفق خطة متكاملة، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم أعمال قطاع الخدمات المساندة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة توعوية على نطاق واسع ضمن الخطة الوطنية المعدة في هذا الخصوص. وشملت الفعالية معرضا تنويريا في مجمع الأفنيوز حول المخدرات الجديدة والتحذير من آثارها. ملتزمين حقيقة بالاتفاقيات الدولية بما يتعلق بمواجهة ومكافحة المخدرات، فهناك أيضا التطبيقات الطبية الوقائية، هناك الشراكة المجتمعية، هناك العلاقة مع المنظمات الأممية على مثال المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أيضا هناك الخطة الوطنية الكويتية القائمة على الوقاية وعلى العلاج لآفة المخدرات.
نوهت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنها تتوقع نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة. وكانت الأرصاد قد أطلقت تحذيرات منذ يوم أمس من انخفاض الرؤية الأفقية بفعل الرياح المثيرة للغبار، وأتوقعت استمرار حالة عدم استقرار الطقس لأيام. ولليوم الثاني على التوالي أعلنت مؤسسة البوان الكويتية مجددا توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد. وقالت المؤسسة إن حركة عمليات الموانئ توقفت عند الساعة 12:00 ظهرا بناء على الإفادات الميدانية من مدراء العمليات البحرية حول انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار. بالإضافة إلى قيمة أشجار السدر الاقتصادية وملائمتها للبيئة الكويتية، تكتسب شجرة سدر عملاقة في منطقة حولي أهمية تاريخية خاصة نظرا لكونها إحدى أقدم الأشجار في المنطقة. وقد تعرضت هذه الشجرة التي تقف شاهدة على مرحلة تاريخية مهمة للإهمال قبل أن تتحرك الجهات المعنية مؤخرا لإعادة الحياة إلى تلك الشجرة المعمرة. تفاصيل القصة في تقرير الزميلة ابتسام رمال. طبعا من الأشياء اللي تثبت لنا أن السدرة هذه كانت بروحها بحولي أن تغنوا وقصدوا فيها، قالوا من الأبيات اللي قيلت في هذه السدرة: يا الله بمزن ينتثر في حولي يسقي من السدرة إلى ساحل الراس، والمقصود بالراس اللي هو راس السالمية، يعني السيل كان مضربة من السدرة إلى راس السالمية. منذ حوالي 200 عام فرضت شجرة السدر هذه حالها في منطقة حولي لتقف شامخة وتحكي قصص الآباء والأجداد الذين اعتنوا فيها في السابق، حيث كانت أشجار السدر تتواجد بكثرة في حولي، وكان أهل المنطقة يبيعون ثمار السدر. هي كانت منسية حتى سلط المزارع مبارك العويني الضوء عليها في ظل إهمالها واعتبارها تظلل السيارات، وأصبحت يابسة لتعود إليها الحياة من جديد. من بدت قصة السدرة هذه كانت في شكوى في السناب، لأن كانت السيارات تركن تحتها، والمشكلة زيوت السيارات قاعد يطيح على السدرة، وللأسف في بعض السيارات يبدلون الزيت هني بالضبط تحت السدرة، فمما أدى إلى مرض السدرة وتدهور حالتها الصحية، وكنا راح نخسرها. فجيت للمكان وشفت بعيني الإصابة اللي في الشجرة هذه، والشجرة تاريخية عمرها 200 سنة. فقدمنا شكوى عن طريق السناب، استجاب لنا معالي محافظ محافظة حولي فريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الموقر الله يجزاه خير. تم إزالة السيارات اللي تحتها المهملة وتم الاعتناء فيها، وكان عندي في وعد أنا قطعته أني أنا اللي راح أسمدها بنفسي. ولكن ما قصة هذه الشجرة وما اسمها؟ تعرف باسم سدرة الداحي قديما، احنا سميناها سدرة حولي لان ما كنا عارفين مصدرها، ولكن شوفت عينك الكتاب اسمه محافظة حولي هو عن الكويت، تاريخ الكويت، لقينا فيه اسم السدرة، وتواصلنا ويا احد احفاد، طبعا يصير حفيد اللي زرع السدرة، زرعها داحي شلش صابري العازمي. في مقولات ان جاها حفيدة اللي هو عجنان في سنة 48، وكان هو أمه موجودين يعني شافوها، وكانت ضخمة في هذاك الحين جدا كانت ضخمة. طبعا من بعد 48 بأواخر الأربعينات وبداية الخمسينات جاء الله يغفر له المرحوم خلف النهابة. خلف النهابة بنى بيته وخلى السدرة بحوش بيته، وكانوا هني عيال النهابة تقريبا 35 بيت، يعني مو بس السدرة هذه، السدرتين الثانيات اللي هناك اللي معتنين فيهم هذه اعتنى فيها خلف النهابة، والثانيات اللي هناك اللي ورا زارعينها عيال النهابة بس أعمارهم 50 سنة و70 سنة.
منطقة حوالي كانت منطقة زراعية، فكانت قرية تتمثل فيها البساطة ولا وجود للسيارات والطرقات غير معبدة، كما اشتهرت بهوائها العليل والتربة الزراعية وأبار المياه الصالحة للزراعة والأشجار الخضراء. هذه المنطقة كلها مزارع وكان فيها خضروات، وكانت هني تحديدا تقريبا مكان مجمع الرحاب، مزرعة صاحب السمو الله يطول بعمره. أكيد أنه كانوا يرعون الأغنام، وكانوا دائما رعيان الغنم أو يسمونهم حتى في الكتاب هني الشواوي، اللي هو الشاوي راعي الغنم. اللي يرعون الأغنام كانوا يستظلون في السدر اللي كان موجود. حولي سبب أنها كانت تكون مرعى للأغنام وكذلك مزارع، السبب الرئيسي لأنه كان في قلبان اللي هي جليب الماي، كان في قلبان هني عن السدرة تقريبا في 30 متر جهة الشرق في بير موجود، واحتمال اللي الشيء اللي خلى السدرة هذه تعيش انها عرقها ضارب البير وإلى الآن قاعد تشرب منه. فكان جهة الشرق من 30 إلى 50 متر في بير موجود يسمونهم القلبان، وكان المنطقة هذه تقريبا فيها 6 قلبان. ومما يذكره الأقدمون الذين قطنوا حولي عند تأسيسها أن مياه الآبار كانت عذبة وصالحة للشرب، مما ساعد على شهرتها وجعلها منتزها فاخرا ومحط أنظار عشاق النزهات، لتتغير عذوبة مياهها مع الوقت تدريجيا، فصارت لا تصلح للزراعة وسقي المواشي والبهائم. هذا ما وثقه الفنان الراحل أيوب حسين من خلال كتاب حولي قرية الأنس والتسلي. ابتسام رمال، الرأي. زار الأمير البريطاني ويليام دوغ كامبريدج المسجد الأقصى وكنيسة القيامة برفقة عدد من الشخصيات الفلسطينية في الوقت الذي اقتحم فيه المستوطنون باحات المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أنها عبرت للأمير ويليام عن مدى استنكارها واستيائها من تصرفات الشرطة الإسرائيلية واقتحامها لساحات المسجد أثناء الزيارة برفقة حشود عسكرية مدججة بالسلاح. وقد اطلع الأمير ويليام على معالم المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمسجد القبلي، وكذلك على مشاريع العاهل الأردني لإعمار المسجد وجميع المشاريع الهاشمية. خام الكويت على خط مستوياته القياسية، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. أسدلت بورصة الكويت جلسة التعاملات الختامية لشهر يونيو على انخفاض المؤشر العام 15 نقطة و 18 نقطة، حيث بلغت كمية تداولات الأسهم 71 مليون و 500 ألف سهم بقيمة نقدية سجلت 15 مليون و 600 ألف دينار، تمت عبر 2960 صفقة. في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 نقاط و19 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 20 نقطة و17 نقطة. مواصلا تعزيز مكاسبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا و44 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 73 دولارا و14 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مع شكوك بشأن الصادرات الليبية وتعطل الإنتاج في كندا، ومطالب من واشنطن بتوقف المستوردين عن شراء النفط الإيراني. التعصب في كأس العالم يقتل شابا لبنانيا، التفاصيل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أعرب رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي عن سعادته للزيارة السريعة للكويت والاطلاع على مجمع الشيخ جابر العبدالله الصباح الدولي للتنس،
وقال هاجرتي عقب استقباله من قبل الرئيس الفخري للتنس الشيخ جابر العبدالله الصباح أنه يأمل بتكرار الزيارة لما حظي به من حفاوة وتقدير. من جانبه تقدم الرئيس الفخري للاتحاد بالشكر والعرفان لرئيس الاتحاد الدولي متمنيا أن يكرر زيارته للكويت لما لها من أثر كبير ودعم لا محدود لرياضة التنس. I had a great visit. It was a quick visit, 24 hours. كانت زيارة رائعة بالنسبة لي خلال 24 ساعة الماضية، وأتمنى أن أعود مرة أخرى إلى الكويت لما حظيت به من حفاوة وكرم وتقدير، وسنمد يد التعاون مع الاتحاد الكويتي للتنس في المستقبل، وسنعمل على تنظيم البطولات العالمية في المجمع الجديد. ودي في المناسبة أن أشكر الوالد على استقباله لرئيس الاتحاد الدولي، وطبعا الحمد لله يعني كانت اللقاءات ممتازة وتمت مناقشة العديد من الأمور التي تخص لعبة التنس وبالأخص المجمع الشيخ جابر عبد الله. والحمد لله نتمنى إن شاء الله أن يعود زيارته للكويت، وخصوصا ان هذه الزياره يعني هي الاولى للكويت. نتمنى ان شاء الله الزياره القادمه باذن الله ان شاء الله تكون في القريب العاجل، ونتمنى ان شاء الله بالافتتاح يكون معانا. ومثل ما قلت لكم ان شاء الله طموحنا وامنياتنا ان شاء الله هذا المشروع يكون بافتتاحه بحضور سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو العهد حفظهم الله والقيادة السياسية والوالد حفظه الله. على خلفية خروج المنتخب الألماني من الدور الأول في مونديال روسيا، شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حادثا مأساويا أسفر عن مقتل شاب في صفوف المشجعين. أوضحت وسائل إعلام لبنانية أن شابا في العشرين من عمره كان يحتفل بفوز البرازيل على صربيا وتأهلها للدور الثاني عبر إطلاق الألعاب النارية، الأمر الذي استفز شابين من أنصار المنتخب الألماني، وعليه أقدم الشابان على طعن الضحية بالسكاكين، وهو ما أدى إلى وفاته على الفور ليكون ضحية التعصب الأعمى في تشجيع المنتخبات. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتعرف على حالة الطقس مع الزميلة منى محمد، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. يسعد لي مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا هالأيام أجواء حارة ومغبرة بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية اللي تجاوزت سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق والمناطق المكشوفة خاصة، ومع نشاط الرياح ترتفع الأمواج إلى أكثر من 7 قدم. بالنسبة لأجواءنا الليلة أجواء حارة نسبيا، والهواء معتدل إلى نشط السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة وينشط على المناطق الساحلية. درجات الحارة صار المتوقع الليلة في مدينة الكويت 34 درجة مئوية، في الجهرة 32 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبد 29 درجة مئوية، وجنوب الكويت في الوفرة 31 درجة مئوية، في الشقاية والسالمي 31 درجة مئوية، وفي الجزر الكويتية 29 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 4 إلى 7 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الحمل. ننصح الحداقة يأجلون نزلتهم البحر إلى أن تتعدل الأجواء، لأن أجواءنا أيضا مستمرة إلى باكر. بالنسبة للطقس المتوقع باكر أجواءنا شديدة الحرارة واستمرار في الهواء الشمالي الغربي معتدل إلى نشط السرعة، تراوح سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثير للغبار. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت 46 درجة مئوية، في الجهرة 48 درجة مئوية، وأيضا في شمال الكويت في العبدلي 48 درجة مئوية، في جنوب الكويت في الوفرة 47 درجة مئوية، في الشقاية والسالمي 46 درجة مئوية، وفي الجزر الكويتية 42 درجة مئوية. حالة البحر تشبه حالة البحر الليلة. خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة.
بالنسبة للطقس المتوقع خلال الأربعة أيام الجاية، أجواءنا راح تكون حارة ومغبرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الويكند يوم الجمعة والسبت. العظمى تتراوح ما بين 47-48 درجة مئوية، والصغرى 35 درجة مئوية، واستمرار في الهواء الشمالي الغربي اللي قد تصل سرعته إلى 45 كيلومتر في الساعة خلال اليومين. أما بالنسبة للأسبوع الجاي، بداية يوم الأحد العظمى 48 والصغرى 33، واستمرار في الرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها من قدر سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. أما بالنسبة ليوم الأثنين تراجع في سرعة الرياح، لكن ستيل أجواءنا راح تكون مغبرة، العظمى 49 والصغرى 35 درجة مئوية، واستمرار في الهواء الشمالي الغربي. أعزائي المشاهدين، بدي تنتهي نشرتنا. لمعرفة التفاصيل أكثر تابعونا في نشراتنا الجوية القادمة، وحنا نترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.